حسم حزب المستشارة الألمانية ميركل الأحد الماضي انتخابات إقليمية مهمة في مقاطعة تشكل معقلا للاشتراكيين، وهي ولاية شمال الراين ويستفاليا التي يقطنها 13 مليون نسمة. وكانت تلك الانتخابات آخر اختبار سياسي للحالة المزاجية للناخبين قبل الانتخابات التشريعية سبتمبر المقبل. ويعزز الفوز الأخير حظوظ ميركل للفوز بولاية رابعة كمستشارة أمام منافسها الاشتراكي مارتن شولتز. هذا الأخير وصف الهزيمة بأنها لكمة موجعة، لكنه لم يستسلم على حد قوله. وتعد هذه الخسارة الثالثة للاشتراكيين في العام الجاري بعد خسارتين في مقاطعتين أخريين. وعلى المستوى الوطني فإن حزب ميركل أصبح يتقدم بشكل كبير على الاشتراكيين، ويرجع البعض انتصار ميركل إلى الحصيلة غير المرضية لأداء الحكومة الإقليمية في ولاية شمال الراين ويستفاليا. واستغلت ميركل فشل السلطات المحلية في منع حدوث مئات الاعتداءات الجنسية. وعلى الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، فبينما يشدد شولتز وأنصاره على ضرورة الإنفاق لمساعدة الأكثر فقرا، يتحدث المحافظون عن خلق فرص للشغل والقضاء على نسبة البطالة التي وصلت 7.5%. ارتفاع البطالة استغله أيضا حزب البديل من أجل ألمانيا اليمين الشعبوي، وحصد نحو 7% من الأصوات، ليدخل بذلك إلى برلمان محلي جديد وهو 13 من أصل 16 على المستوى الوطني. وبينما يربط البعض نجاحات ميركل بتغيير سياستها بخصوص ملف اللاجئين، إلا أنها ترجع ذلك إلى ما أسمته القضايا السياسية المحلية. رغم ذلك يرى خبراء ألمان أنه على المدى البعيد إذا لم تستفد الطبقات الفقيرة والمتوسطة من النمو الاقتصادي، وإذا فشلت سياسة إدماج اللاجئين، فإن ذلك سيفتح المجال أكثر أمام اليمين المتطرف للتغلغل في المجتمع لتعيش ألمانيا مستقبلا سيناريوهات انتخابية تشبه ما حدث مؤخرا بهولندا وفرنسا.